المقابله ديال اليوم كنظن هزيمه قاسيه، لان ما يمكن لينا الا نمو نفسنا، لان اليوم كانت ناقصنا انا الفعاليه لا في 30 متر الاخرانيه ولا في 30 متر اللي كانت قدام المرمى ديالنا، لان جاوتنا بزاف ديال الفرص، كنا متحكمين بزمام الامور. تلقينا الهدف الاول في نهايه الشوط الاول، رغم اننا كان عندنا خمسه ديال المحاولات ثاني حين التسجيل. الخصم خدا التقدم ديالو في الشوط الاول، من بعد حاولنا اننا في الشوط الثاني نلعبوا بأوراق جميع الاوراق الهجوميه. مالوغوزمون ما غاديش نهضر على لي فيت جو، لان كنظن الخصم لعب بالمقومات ديالو، يعني كان كيضيع الوقت بزاف. حنا طبق علينا شويه طبع ديال التسرع في الشوط الثاني، كنظن كانوا عندنا محاولات اللي هما يكثر ولكن ما سجلناهمش. هذه ضريبه ديال فريق شاب، ما لومش اللعابه ديالي لانهم عطاو اللي عندهم، ولكن كانت خاصنا اننا نكونوا فعالين في 30 متر الاخرانيه كيف قلت قبيل. كوتش، اشراك الشباب في هذه المقابله وغياب الياس حداد، واش كان عدد كثير على خط الدفاع ديال فريق اتحاد التوانسه؟ وغياب الياس حداد راجع الاصابه، لانه كان تصاب من بعد المقابله ديال رجاء. نورمالمون تي رجاء لعبنا بمقابلات كثار ضد فريق الجيش الملكي ولا ضد طنجه. كنظن اللاعبين اللي خداو المكان ديالو بلاو بالبلاء الحسن. اليوم عندنا مجموعه شابه تقريبا فيها واحد 22 لاعب 23 لاعب. كنظن فين ما كنديروا ان ابيل ان جوار وكيدخل في المقابله الا وكي كيعطي البلاء الحسن. الياس حداد لاعب ممتاز، من اليوم اللاعبين اللي كانوا كنظن دفاعيا ما درناش في لو جو، ما درناش اخطاء. اليوم كان عندنا اخطاء سواء في الضربات الثابته ولا في لا ترونزيسيون اوفونسيف اللي جاتنا على كوفرون اللي كانت عندنا. حضور التواصل في ارضيه الميدان كيكون عنده فعاليه اكثر، كيكون قريب من اللاعبين كيحضرهم، واش الغياب ديالو عن حراسه المرمى اليوم ما كانش عنده؟ عبد الرحمن الحواصلي الحارس تجربه، ولكن عندنا اسماما اللي هو لاعب دولي مع المنتخب ديال اقل من 21 سنه، اذا لابد انه حتى هو كان يعطي الفرصه ديالو. السي عبد الرحمن الحواصلي ربحنا بزاف ديال النقاط من بدايه السنه، ولكن اليوم اللي شاف الحارس ديال اسماما 2002 قول لا خوف على مستقبل ديال المنتخب الوطني ان شاء الله.